يحاول انه يراوغ. ممتاز القعدوي الان كيرفع الكرة والهدف. اوي 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 هدف الحلال. توقيت نشاهدوا مرشد شنو عمل القعداوي. يمكن نقول بانه تلقى لهم كبير من الجمهور الطليان، ولكن سرق هاد الكرة بطريقة جميلة ومرروة. كذلك الحلبي أسامة يسجل بطريقة يمكن نقول بانها جميلة ويعطي الهدف الاول لفريق شباب أطلس خليفرة. تابعوا هاد اللعابة، هذا الحلبي أسامة.